وابو نجيح كذلك اصابه وخرج بنشوتين، يعني زوز المنتخبات، لكن المنتخب المصري ضر اكثر باعتبار انه في توقيت مهم وحساس زوز ملاعبيه يخرجوا في توقيت ذلك، فاثر هذا على اداء ومردود المنتخب المصري خلال الشوط الاولاني. فما فرق بين اداء المنتخب الجزائري واداء المنتخب المصري، ولو انهم الاثنين يلعبوا تقريبا تمركزهم بحضر شديد كمان ايضا تمركزهم تقريبا، لكن الفرق انه المنتخب الجزائري في الشوط الاولاني يلعب بطريقه اللعب المباشر، يعني الكره تخرج من الدفاع تتحول مباشره لياسين ابراهيمي فتتحول مباشره للهجوم بسرعه قياسيه، وهنا قلق ياسر في النقطة دي خاصة ال 20 دقيقة الأولى وين شفنا المنتخب الجزائري مسيطر ومنتخب الجزائري كان خطير. بلايلي أطلب ربما بفنياته لكن أطلب في مسك الكرة، شد الكرة بطريقة كبيرة، بنجاح تحركاته كانت مميزة لكن الكرات ما وصلتلوش، والأبرز حسب اعتقادي مزيان يقدم ماتش باهي لكن الأبرز هو ياسين إبراهيم بفنيات والإمكانيات نتاعو. تدخل المدربين في الشوط الثاني، لانه انا شفت شكل المنتخب المصري الشوط الاول وشكل المنتخب المصري في الشوط الثاني، اي خبره كيروش لعب الدور، فهنا مدرب عرف كيف يقلب الموازين، وشفنا الشوط الثاني المنتخب المصري اكثر حركيه، اكثر خطوره، اكثر تنويع على مستوى الهجومات، اكثر التحام بين الخطوط نتاعو، وهنا نحكيه على مدرب عنده كارير وراه وعنده خبره وراه. نظن انه نتيجه التعادل حسب اعتقادي النتيجه عادله حكم فيها الكروت الصفر وكذا، لكن انا نقول انه رب ضار نافع على ربما المنتخب الجزائري بترتيبه الثاني يواجه المنتخب المغربي، ربما تكون الامور بالنسبه له ربما فهنا نستناو دور نصف النهائي وتو نحكيو في الموضوع هذاك، ولكن نقولوا انه يستحق المنتخب المصري تاهل بطبيعه الحال لما قدمه مردود، ولكن كذلك المنتخب الجزائري امتعنا خلال